أمام الوداع يا جماعة الخير، أنا والوداع غير أصحاب، لأن الوداع فيه ضيقة صدر لدرجة أن لو أروح أنا واحد من أخوياي ونتخاوى مدة 6 ساعات يجي ينزلني بيتنا، والله صدري يضيق. هل قلبي رهيف بزيادة؟ هل أنا عاطفي بزيادة؟ هل أنا قلبي محمل بالعاطفية بشكل مبالغ فيه؟ والله اني احس ان كذا قلب الرخامه كرهي لكرهه. والله اني اكره القلب الرخامه، مو برخامه لا، يعني العاطفي ما احبه. لا شفت حاجن والله ان قاعد تسولف وفضفض، اكره العاطفه والقلب الرهيف عايف والوداعي. انا ما اقول قصيده، انت ادمنت صح؟ تحسبيني مثل العيال اللي يقولون ابيات؟ لا لا وش اسوي، حتى والله مالك لاعب. كل من جاء قال لك يعني شغال. انا صح ان قلبي رهيب، بس اني اذا عصبت اجي واكسر المايك. المشكله انا ما عندي خصم وشغال، وانت عندك خصم ومطفي. لا شغال شغال، انا شغال اكيد انه شغال. صوتي وصوتي صدى وهيلي يا رمانه الحلو خلاص صدى. اوكي ما بي يجيبك يوم 87. ها ما ابي صدى، والله ما ابي. انت اي والله شفت انا ما عندي خاشم ومايك. مايك راح 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 شوف لك بالله. يعطوا سعد بالطيريه، انا سعد جاكم. اتفشلنا تعلم باسرارنا، اتفشلنا تعلم باسرارنا. عزوز ما لي دخل، انا اتكلم اسرارنا. توصي سعد انه بالطري وذا، هذه الاسرار اللي اقصدها. هذا سر ذا اي سر. كتاب مفتوح ما شاء الله عليك. نعم نعم. وش هو؟ واحد ما يقدر على راحته. لا ما تقدر على راحتك، اخاف عليك يعني. بعض الاحيان انت لحالك تهدري ما تدري ايش تقول، فخلني اكون معك واسولف معك علشان ما تهدري وتدري ما تدري ايش تقول. والله انت اللي الحين انت تدري وش تقول الحين، انت ما لا. تدري لا والله ما ادري. تبي قهوة؟ ما في. في ذمتك؟ قهوة هذه؟ ما الا فيه الشاهي اللي ما في. انا لازم استعيد النشاط والحيويه واشرب مويه كثير. ودي انام لي ساعه في الليل، لان نومه الليل اللي 3 شهور ما نمتها. متى صرت صحي انت؟ ها؟ متى صرت صحي؟ انا تعبان لي اسبوع يا ولد، وجهي مترشح وحالتي حاله. لا لا بس الله يشفيك انت. والله ودي اروح اغطي لي ساعه في الليل. الحمد لله والله ما فيني نوم. خلايا المخ اللي ترتاح في الليل هذه ما شفتها من 3 شهور. والله ان في خلايا ما ترتاح الا في الليل. اي هو اصلا النوم الصحي. وانت طالع ابراهيم كم انت طالع؟ 63. ارتحت في الليل من بعد 63؟ انا تخيل ما للحين ما ارتحت في الليل. ترى ما ارتحت يوم طلعت. اي اوكي. يبغى لك شهر، شهرين. اي هين. عشان صدق. اي صح ما شاء الله عليك. والله العظيم اني صادق. ما انت مصدقني؟ ها؟ لا والله ماني مصدق، محشوم من عيلتي، بس والله انك عبطتها في الليل لين اذنت، خل عني العلم. هو مو مره يعني شوي. يا ولد ودي من هنا لين يوم 90 اذا جا الليل اخذ لي ساعه ساعتين اريح فيها راسي نومه، بس خلي العيال يجون اوريك فيهم. بيجون العيال ثم بروح اعطيها كذا ساعه وتجي تصحيني ان شاء الله بعد ما اكمل ساعه. انا ايه انت اجل من؟ احتمال اخليك تنام 5 ساعات. لا عشان ما انتهاوش، اصحى وانتهاوش الصدق. انا مختفي. انا كارهك. الله يسلمك، شعر متبادل يا عبد العزيز. ما عاد اطيقك. انا كنت ما ابغى اقول لك يا عبد العزيز الكلام هذا. انا كرهت ناس كثير. ولكن صدق اني كرهتك يا عبد العزيز، يعني كان شعور متبادل بيننا وما اعترفنا البعض. انا كرهت حتى ابو عيسى. أبو عيسى. هذا كلنا. أنا كاره أبو عيسى من يوم واحد جنتل، كانوا يقولون نهاية البرنامج بتحبونه. لا الحين ما حبيته. لا الحين أنا بلع الديزل بنزين ما قدرت. غير هذا علي بروية كارهه كره. تركي الدوسري. ما أحبه. تركي الدوسري. نعم. تركي الدوسري، علي بروية، أبو عيسى. أنا في يوم 87 أصارحكم من هالمنبر، أنا ما أحبكم. ما نوم أبو عيسى،
علي برويه ترك الدوسري انا ما احبكم. انا بيعرف الحين حاجه واحده. انت تحب من يا ولد؟ يا عداد اعطوني جوال يا رجل ببث جوال يا ولد ابغى ببث. بيض الله وجهك. ايه عادي احنا على هذا البرنامج. سلام طيبين؟ عادي ادخل بجواك شو المشكلة؟ ما يسمح لك تاخذ الجوال؟ ها؟ ما يسمح لك تاخذ الجوال؟ انا باي امر تاخذ الجوال؟ كيف باي امر؟ باي امر انت تستهين في البرنامج؟ اخي ما قصرت احنا على هذا البرنامج لا تقصرون ها؟ انت تستهين على هذا البرنامج خلاص خلاص يا مسلم على هذا البرنامج على كيفك الامور طيبة. لا ما بعرف كيفك ما عاد ثلاث ايام يا ولد. لا لا اسمحني ما بعرف كيفك انت تستهين في البرنامج تستهين في المسابقة كل شيء يعني ماخذ الجوال. طب هي ما استهان ما له دخل ما له لا لا هو على كيفك حبيبي. خذ الجوال تبي تناظر فيه راح ناظر فيه عند الغرف ولا في السيب ما حد يشوف. انا اطلع بعلبه في شو المشكله؟ ها اطلع بعلبه. لا مو على كيفك. لا اطلع انت الحين كل المسابقين بياخذون جوالات من الاداره وبيجون في حبيبي انا نجم اليوم يا مريض نجم اليوم نجم اليوم نجم اليوم صح صح نجم اليوم ما عندي نجم اليوم انا غيري نجم اليوم وش كنا نجم ايش نجم اليوم ها نجم اليوم ايه ما انت بنجم من عندي نجم اليوم ترى ما بخليك تدخل معي في البث. خلاص خلاص ها خليك رجع تعال خلنا نظبط اللوكيشن. عندنا بث عندنا بث هنا يشوفون هنا بث اكثر من بثك. اصبر خلاص الحين يسحبون عليكم ويجون. طيب اسمع يسحبون علينا يسحبون عليكم ويجون. طيب يجونك انت يا مخلط. إيه؟ ممكن يجي هسه دي دي لا بروح لك احسن صح الدنيا دي ممكن يجي هسه. اسمع الحين احنا اذا جينا عندك في البث وجاك دعم لنا منه شيء لك منه كل واحد ريالين. الله لا يسلمك. خلاص كل واحد 10 ريال يلا ها كل واحد الوقت بدا روح روح خل خل اشغل الهاتوني عن السوالف يا ذي يلا عزت نفس خلقين عزت نفس شوي يا المدينة. واذا نادانا اكثر من مره نعيي يعني الثالثه ثابته خاف خاف اعطني زمزميه ولا شيء اثبت عليه الوقت بدا وبكيفك ما ناداني لا نقول اعطني زمزميه خليه يبدا يا اخي اوريك انت هو سوالف انت الحين معك صدق انت ما عندك اسلوب شوف اسلوبي امشي معي بس مالك احس انك تودين في 60 داهيه باسلوبك. لا لا ما عليك عندي والله اي والله عندي بس اقلب كم فاقول لك يا كحلا ايش قلت؟ اني ابو عيسى وعلي برويه وترك الدوسري ما احب حتى انا والله ما احبهم صدق. لا لا تقلدني قبل شوي ما قلت الحين قلدتني يا اخي والله اني خليك صدق طلع اللي في قلبك انا طلعت جد انا ما احب جد وجد صالح حسين ها ما احب صالح حسين في ذمتك ايش فيك خفت لا ها لاني اكره ها خواف عادي احبه والله امزح ما احبه انا لا انا ما احبه انا ما احب بعد بعد اباضه اي افتح بس يا اخو اباضه ما احبه ها ما احب اباضه لا انا احب واجد انا ما احب اباضه حسبي على ابليسك ما احب اباضه انا انسان شفت الادمي قلت القبول من الله ما احبك يا اباضه القبول من الله ما قدرت اقبلك وش تسوي يا اباضه بعد تبي زياده عمني بهذا الانسان ما اكثر اثنين حبيتهم في البرنامج يوم دخلت اباضه ومريم
كل واحد انا ما حبيته ايش اسوي؟ والله اني حبيتهم انا. ايش اسوي؟ يا اخي انسان كويسين يا اخوي، حتى وهم معصبين كويسين. لا مع اني اكثر مره يفصلون علي انا عشان المايكات وعلشان، بس يا اخوي كويسين والله. مهما كان ما راح تقنعني. منيب لجا ينصحني. منيب كان ينصحني كنت اخذ النصيحه واجامل. هو حلو باقي تمام. هو شوف منيب، منيب شفت انا معلمك منيب اذا جاي ينصح هو حلوه نصيحته بس طولها. سعود الشجر لما تطيح اوراقه وين يطيح؟ اكيد في الارض، هذا سر الجاذبيه. هذه نصائح ما فهمت منها يا اخي، يحسبني انا مخي يهنك مو بذكاء. مرتين جاني تعب جديد في ذمتك؟ اقسم بالله لوز بتموت. لوز مت، صار يوجعني مت، انا خربت مت مت خلاص مت مت. تعب جديد جاني تعب جديد. لا لا انا اخلص من شيء يجيني شيء. يا الله اوه ماي جاد تعبت. اللوز انا صرت كني جمس والله، كني جمس يا الله. نوف شراني وين؟ والله جمس جمس 95. لا اخي الوزي 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 هذا من الببسي اللي قبل. كله منك اللي خليتني اشرب ببسي. كله منك كله منك كله منك. يا اخي انت قلت لك خليك معي، ناداك مرتين بدون ما تكحكح. يا اخي يا اخي انا ابغى التعديل. بيجيك الحين هو بيطفش وبيناديك. اخ والله صدق تعبت جاني لوز. استخدم يانسون. يا ليل انا انتظر اليوم كذا، اقول يا رب يجي اليوم الختامي وانا متعب. تدري انا كل يوم اتعب تعب جديد. ليه؟ كم بقى على الحفل الختامي؟ بقي 4 ايام. طيب اللوزات من 6 ايام الى 5 ايام. ما يعني كذا توجعان في الحفل الختامي تخيل شكلك. لا عادي اللوز الامور بسيطه ان شاء الله. شفت هذه السبحة من اعطاني اياها؟ من؟ ابو سعد. من ابو سعد؟ الشيخ زهراني؟ ايه. شوف جاني قال لي عبد العزيز قلت لبي. قال السبحة هذه تزهاك وحطها معك كذكرى عشان ما تنساني. قلت انت في القلب ما انساك يا حنان. قال لها عالية حرام منها لتجيك. قلت يا ولد والله ما تجيني منها يا ولد، يمين يسار يمين يسار. قال يا ولد عليها حرام التجيك. قلت يا ولد؟ قال والله التجيك. قلت يا ولد؟ قال والله التجيك. قلت روح دوس يا خنفوس. قلت دوس يا خنفوس. خنفوس من؟ دوس يا خنفوس. ترى شاري من المحطة اللي عند المنتجع قريب، شايفها مثلها. اي واضح انها حقت مو حقت اغنية اصلا. عشان كذا اعطاني اياها. بس لونها حلو. ما هي بزينة ما هي بزينة. هم عندنا يجيها اسود، ليش ما شرى واحدة حقت اغنية؟ اي والله انك صادق. يجيك اسود يا اخي اشتر حقه اغنياء وعطني اياها يا اخي. انا يمكن اذا جاني اسد اسافر برا السعوديه. جد يا ابوي ما يوديك عفيف اسد. في ذمتك والله. وانا ما استاذ يبي لك حمله اسود. يا اخي وش عزه النفس ذي اللي ما تصرف؟ انت غبي والله انك خفيف. انت بعدين تبي تطلع بث ليه؟ من زين يا اخي جمهوري ما عند هناك يكلموني. يا ويلو انت ما عندك جمهور طالعين يوم 56. طيب ما عندك جمهور، جمهورك عددهم 14. 56 63 جمهوري عددهم اكثر من عددكم انتم واجد. لا تشغل رجل. بالعكس عندي جمهور وعندي قوه. كلكم عندي عندكم جمهور بس انك انت قد تطري جمهورك في كل وقت. قل يا اخي بتابع اسولف مع الناس عندك جمهوري. تحداني للطب الحين يقولون سعود. هم يقولون سعود. هي انا ادري ان عندك جمهور. بس انت لا تقول جمهوري. هذا جمهور من جمهور عبد العزيز. جمهورنا كلنا انا بعطيك على بلاطه والله ان جمهورنا كلنا هو نفس الجمهور. طيب كيف تقول انهم 14؟ احنا كل نفس الجمهور. انا اتكلم عن ان اللي لا احد يسمي مصطلح جمهوري. انا ايش شديتها؟ ما ادري والله اني شخوصي. انا اليوم ماشي والله اني ماشي. اكرهني امانه ما اقدر والله اني شديتها. والله اني ما اقدر والله اني شديتها شده ما لها داعي. انا اقول جمهور يحيى. ليش اليوم سكت؟ مي اسوي مثالي؟ هل انا مريض اسوي نفسي؟ والله انك صادق. والله اني كثير المحيط لا تلصي وجمهوري. وجمهور اكثر واحد غثنا في الجمهور انت. سم لاني شاده شدت راه يا بلانا. عن 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 هدم اللذات جاء. لا يبي ينزلها بينزلها هنا. والله العظيم اذا ما نزلها اني لهدم عليه. بينزلها انت اللي اقسم لانك نفسيه بعد. لا ما بيهم.
قمجب. من؟ أنت قمجب عشانك ظلمت. يا أخي نبغى عزة هذه ما نادان على البث. يا راح أطلع على بث. على بث. والله إنها ما خلت إنها الشاهي إنه ما جاء مثله. يا أخي أنت تتقليل أدب أنت يا أخوي. متابعين الله أكبر شد حزامكم يلي فيكم. يا أخي نادنا الله يرحم والديك. لازم عندنا عزة نفس لازم تنادينا. كم عندك بالبث؟ تعال يا سودان عبد العزيز يلا حيهم. كم عندك بالبث؟ كم عندك؟ ها كم عندك بالبث؟ ها؟ اثنين. لا قصد كم؟ اثنين. تعال تشوف. كم؟ ما أدري ما أشوف. كيف ما تشوف؟ كم ما تشوف؟ سيء. جاني رسالة فوق. كم في البث؟ تاخذ ناخذ لنا يعلق اما يعلق صب بجيك بشوف كم عندك عشان الرسائل يجيني اشعارات ومكالمات دقيقه بروح اسوي تسيخولوجي هناك وبجيكم عدنا لكم هلا لا هي جاهي السلام عليكم من جديد الله حياكم ارحب يا ابو مصمط البقى يا حبيبي هلا طبعا والله. هذا اكثر واحد راح المستشفى تعبان جدا انتم تقولون الشباب والله الشباب انهم ما يغيبون السلام عليكم الا من التعب اللي فيهم يعلم الله تعبان كل قلبي وعيوني زعلانه ادري ايش بيا أوه. ارحبوا هلا يا عيون عزوز انتم يا طوايف عزوز ودنية عزوز وكل شيء في عزوز يا عيون عزوز يا كثر الملح عندكم وش انك قايل هنا يا قليل الادب وش انت 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 ولا تشير يا الربع ارحبوا ما تشر ما يجيكم الشر شوف يقول مخي العم مخي اللي تعدي صدق حل عني تعال تعال, تعال, تعال انت المريض انت الله المريض الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك جمر سعود من امريكا اوكي دائما ولد من ذا هذه عجوز ها رجاله اتحداكم تعرفون من هو اكتبوا هنا يلا انا اعرفه بس انتم اتحداكم تعرفوا يا ربع شو العلم شيلوا البث من ذا اللي فوق ذا هذا من هو عيون عزوز اخي الشر نبغاها 1000 لا ما هو عبد الله ولا سلطان سطسط من هي سطسط سطسط ما جانا ذا اخوه سطان اللي معنا ترى سطان اما ها ارحب يا رحيه يا مرحبا يا شفت يقولون عن شو يقولون سطان لا هذا سلطان ما هو سطان يعني ما ينشر مرحبتين ومسلتين وفول بريلين ارحب يا سطان ارحب يا سعود مرحبا يا عبد العزيز غصبا عنك خشمي عاد مش كبره مليان كراث وخضره طنق 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 من تقصد فيهم ذا ولا ذا؟ يقول يا محلا وانا ضعت واحترت بين نجومنا وقمرهم جت كوره هلا هلا لب عينك يا قطر حيك يا كحلا الله يهينكم جميع نالو والربع كلكم ارحب يا الزهيري مرحبا ومسهلا الشير خل هلا وهسه المدينة بسم الله على غزال نواف الشهراني فانز نواف مرحبا ومسهلا يا زين دلع على زال الطب يقولوا بسم الله يقولوا بسم الله على غزال الطب يقولوا لب عينك يا قطر لب عينك يا شيخ جعلني كاس العالم وقطر تستضيفني شغلونا شيخ جعلني يلا ملعب كورة وقطر تستضيفني جعلني والله المنتخب السعودي يفوز على الأرجنتين في قطر تخيل تخيل انك كورة كل شوي من رجل لاعب لرجل لاعب شوي واحد يضرب براسه شوي واحد يمسك وينطل كذا تخيل تخيل انك تخيل تخيل انت تخيل انك طاوله ايش لايك ايش لايك في اللي واحد يحط الجوال عليك كذا سوي لي كذا تخيل انك كنب كل شوي جاي واحد يلا استحس اسمع تخيل تخيل انك اعشاب مجانيه تخيل انا اقتنع برايك واحييك يا الشخصيه الجميله سحس انت انسان جميل خلقا وشكلاً ولد. ولبسٌ بثوا 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 شيروا بث 400 بس نبغى الشير 620,000 والمقدمة يقولون مو بحلو يلا أسألك يا سحس بما أنك تعرف كل شيء وفي الإعلام قوي هلا مورغين كنترول لا أنت يا عايض لا أنت أمانة شكل كذا حلو مرحبا بكم والله جميع واليوم أنا سحس
نورتو نورتوني والله انك جاملته. يا رب يا شرف لكم تتابعون. هذا شوف كيف يا رب هذا مختفى ما ادري والله يا رب وجهه سقط. يا الله يا الله يطول الله قاعد اقرا اشياء ناس صامله لكن شاف اللي يمي صح لا لا يمي حتى يمي انا شوف كلام انا لاني قلت شيء فهم مسكوني على هالشيء والله يتزوج ويجي في رصيده فوق 30 لا انتم يا الدعم لا انتم والارض على اربع شوارع يعطيكم العافيه سياره اخر موديل هيا شيروا 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 البث يجعل ان شاء الله يصير 500 نبغى الشري اصلا زين للاخراج والانتاج لا انت يا الشريه اي بود بود لا انتم كلكم رب العالمين الله يرزقك يا سحس حبيبي تبغى تشكر سحس روح اشكره هناك عندنا اي صدق انت ليش الرجال يسولف وانت مجي فوق راسه شكرا يا سحس شكرا يا سحس شكرا ايش في؟ سحس روح لهناك يا حبيبي ما ابي اشغل لك شيء لو انا مو افهمها يعني ايه احلى ايش حضرتك؟ بعديني ذا سعود المفتاح تعال 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 وجهك يا عزوز ويش؟ الحين انت صحنا شكرا يا الشهريه شكرا يا اس نقطه قليل ادب يعني انتم جميع لا انتم اعطيكم العافيه جميع الله يشوفك انت انا عتيبي سلطان يقول شوي شوي ازعاج ازعجتهم في روسهم يا ولد المهم اعوذ بالله وين تروحون؟ انا بروح خلاص انا ازعجنا صب لي شاي صب لي شاي وتعال الرجل ما شغلونا كذا عاد بنروح طيب صب لي شاي وتعال يلا يسرها ها صح صب لي شاي وتعال طيب والله ما صب انا حط لك ورده تسحب عليها مسعود تسحب عليها ورده اعطي شاي تكفى ماني معطيك لو سمحت شلونكم؟ لو سمحت ماني معطيك ماني معطيك ماني معطيك يعني ماني معطيك خشم الريال يا سعود ايش اخباركم؟ خشم الريال غيري مو بنا صدق انا جنبك شكرا يا رين شكرا الله اكبر انكرت رؤيا كرعانها حاول تاخذ منه فلوس عشان تجيب تجيب لنا اغراض والحين قد علي كي ان كيو جي ويف اي بود بود لا انتم جميع بيض الله وجهكم اي لاف يو لب قلوبكم ويعطيكم العافيه ترى مخلد في الرياض مو في الباحه عشان ترسلون سحابه فيها مطر خلاص لا عشان ان شاء الله يجينا مطر ان شاء الله يجينا رشيد وينه؟ شكرا رشيد وينه؟ لا انت شلونكم انت سلطان سلطان انا سطام بس امانة لا احد يدري لا احد يدري ترى الادارة ابتدي تستبعد صح شلونكم طيبين امانة شلونكم شلون مخلد شلوني قصدي شلوني انا لبيه ارحبوا يلبوا يا الربع شيروا البث يا الربع الف البث أنا الشير انا دخت مع الكلام الحلو قصر الشير 3000 مع القلوب والكومنتات والحلو والبوسات الله اكبر كلام ايش الكلام الرومانسي والشغل الجميل يا شوف يقوم صاير حلو باللوك الجديد والله ان يوم شفته تغير علي 180 درجه بالله امان هاللوك اقسم بالله اني احسن لك سلطان تدري ايش اقول بيني وبين نفسي ايه؟ يوم صلينا المغرب ايه؟ اقول شكلي باخذ تحت البث اسيله اسيله مو واقف اليوم صار معنا الصبح امس صار اشوف اذا انه سلطان ما بيعرفها اذا انه سلطان بيعرفها طيب ايش رايك امان هاللوك جميل ولا حريقه احلى من الثقيل ولا الثقيل شوفوا ارسم بس الخفيف كذا يعني كذا يطلعك طلع الغمازات بيبي فيس تعرفه طلع الغمازات شو كيس فيس 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 يعني وجه شكرا ديم شكرا يقول وشلون مغليك وانت الغلا كله ما هو كذا ما هو وشلون مغليك الله وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي عشقي عيونك اسأل وتقرأ الجواب الله في ناظر عيوني الله تصوير لأجمل عذاب الله حبك يا مفتوني الله وشلون مغليك الله وشلون مغليك يا لبيه يا الفراشات يا أحلى فراشات أنا الحين صرت حق فراشات أما ترى كسرت رقبتي يا مريض احمد احمد راسك اني فوق عند رقبتك كسرت رقبتي يا مريض اكسر وجهي اقول اسكت لا يا مريض صديقك دخل مطر الغامدي ارحب يا ابو سعود يلا حيه يقول يا مرحبا لا انت يا ذيب مرحبا والله ومسهلا يا ابو سعود نورت الحته ارجع ورا عشان انا بمشي يا لب قلوبكم تمشي لا تمشي خذ سيارتي حلو اي لاف يو اي لاف يو احبكم كلكم وتشرفت اني طلعت في بث الشرف لي طال عمرك مرحبا مخلد الله يسعد وجهك اكن لها الاحترام والتقدير شكرا مره واجد واطلبك 2000 نقطه في البرامج القادمه ان شاء الله لماذا حلو لا صح قلت بعطيك بدالك كرتوني قلت بتعطيني كرتوني الرمان البقى يا مرحبين انت من اللي حلو مرحبا يا ابو مسعود الله يحييك من هذا الجوال انا هقدح من راسي هذا مخلد انت مريض ول يا مخلد ول يا مخلد واحبكم حب حب نجمع ويقول ليتني والله ليتني مثل النخل ليتني مثل النخل ما يجيب الا عنب لا علي من فلان ولا فلان الله اكبر لا تجيب اللعن
ليتني مثل النخال ما يجيب العنب لا علي من فلان ولا فلان ولا فلان. صدت متغير ولا عيني فيها شيء؟ لا بدل القمر قمر بس يمكن اختلف انا ترى كل ليله وليله اصير بشكل كل يوم سلطان غير. هذه من قالها لك؟ انت ابغى قلبك مخلد امانة باقي خمس ايام تفقدني يا مخلد تروح والله اني بفقد الشباب كلهم لكن ان شاء الله انهم تلحقين على خير نتقابل ونروح ونجي. انت في قلوبي يا مخلد سعدكم الله. لا انتم جميع لا انتم شيروا نبغى البث يحصل 620 الف الف. لا انت رشيد وينه في ضاجك نون لا انتم والله يجمل حالكم جميع. الحلاقه تفوز يقول الحلاقه تفوز تفوز الدفين يبغون منك صوت على خفيف يقول على هادي روقان كذا يلا عطنا. اني والله مزعجهم في الريالتي تبغى تزيد اعطيهم انا بعد؟ يبغون لك مدها ظهرك انت عليك حراره؟ لا انا مدفع والله اني اتوقع قبل شوي برا كحكح والله اتوقع انها جتني والله. انت راكم مبدع استمر لبى والله عيونكم لا خلا ولا عدم. الشباب كلهم بخير لكن تعبانين شوي اللي توها فاكت الحمى واللي توها ما سكته واللي ها قلب 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 وين وين عايش على قلب وين قلبي كيف كذا مزبوط هذه رمانه مو بقلب قلبي اللي ما بعد ذاق للراحه طعم كذا قلبي قلبي وش اسوي به اي لاف يو استاذنكم بروحكم بروح اجيكم بعد شوي تسمعوا لي اوكي تسمعوا لي؟ ايوه تسمعوا لي بس صب لي شاي تكفى هذا قلب صح؟ تسمعوا لي؟ ايه بس اعطني شاي تكفى معك. الربع والله ان هبت فينا الحمى ذي والكحاح والزكام خلاها ربكم بس ادعوا بالشفاء. كل ما سلم واحد مسكت مع الثاني. لا انت يا جورج المترفه لا انتو عذاري لا انتو جميع بيض الله وجيهكم. ما في شاهي يا الا في تو جاي جديد قهوة كلها شاهي قبل شوي مع سعود. يلا حيهم جورج تحياتي واشواقي من اعماق قلبي. انت وين تقرا؟ وينك انت وينك؟ علمني منصور لا انت منصور لا انت يا معايد رشيد و عليك جود لا انت ابو تركي ونبارك مره اخرى للمنتخب السعودي الفوز وان شاء الله المباراه الجايه كلها فوز ونتأهل متصدرين على مجموعة الأرجنتين بإذن الله. نور الله يطول أعمارك. صب لك شاهي. شاهي الربع. إيه. شاهي. كم أنت بلاهي. تقهو تقهو تقهو. حلفت فنجان. شو العلوم؟ أنطيها على رأسك يا صد. منو؟ صد صد أتوقع والله. ما هم إنه اللحية ترى كانت مثقل عليه شوي. الدقن العارض. شل هذا الحين استخف في الولد. وش يقول امس مقابله وش صدق وش رايكم امس التغطيه الصباحيه اللي قالي سويته مع الشباب فنان ولا ما فنان؟ تحياتي للجميع. دفين معشوقتي وش معشوقتي؟ معشوقتي إيه؟ معشوقتي جرة اقرب شوي. الله يا خوي الجنب لا عاد تلحقني ملام أكبر وانت ما تدري وش اللي يشيله من كبي الخفايا بين حد بالضلوع لها مقام أكبر من دبي والشارقة وأبو ظبي. صح الصوت والله يا أبو يا أبو مسعود. أبشر إن شاء الله على الساعة أعطيهم عشر دقائق اللي ما يصحى بعطيه بالمسجاد لين يصحصح. صح خليه يطلع خليه يطلع للبث لعيونكم. خلاص ما عاد له ثلاث ايام ودنا نشب في الدنيا ونشب. اقلط. توكل على الله. توكل على الله. جاك سعود وفلسفته. تصويت الجمهور بيفتح. يا مريض يا مريض. يرى يا جيلا. يعني مسوي عشان معك خيزرانه؟ اي نعم معك خيزرانه. خيزرانه ذيبك كسرها على ظهرك.
كستر على ظهرك تسمع ولا تسمع؟ ترى باخذ النظارات ذي ثم ترى باخلع ذاك. انت مبارك المري هذا حبيب ابن عمي. وين مبارك المري؟ جورح. اي الله وجهه. 5 نوفمبر سعود المكاحله يا سبيعي. اسمعوا الحين الشباب ان شاء الله خلصنا البث بروح لهم واصحيهم واضربهم لين يصحصحون. والله انا مصحصح. اما يجي بالله ولا يجي جبري صفقونك. ايه يا رجال خله يروح. مرحبا والله بكم جميع. شيروا يا الربع يا حبيني للكويت احبها بيت بيت في ظل أمير البلاد وظل حكامها. حبني للكويت أحبها بيت بيت في ظل أمير البلاد وظل حكامها. هذا مو بنامش اللي فوق رأسي. لا أنت يا منصور لا أنت نقطة. والله اللي عزنا ما لحد منه. الله اللي عزنا ما لحد منه. الله يطول أعماركم. مخلد هلا الناس هذا وش ما غير غدا البث كله الله يطول عمرك. يا اخي انا اقرا الرسائل وارد على الرسائل فهمت السالفه. بس معنا شوي على البث الطبيعي. طقيتك تحت السرير مت تعقب بدري عليك. طب مخلد اي صادق صادق طقيت مخلد انا دخلت عليكم وانت طقه. الله اللي عز ما احد منها نشهد كلام قاله ابو سلطان. من ابو سلطان؟ اثنين الشايب يلا وجهه سلطان تركي الدوسي سلطان العليا. الله يحفظ القمر. وش قال؟ وش قال؟ وش اللي ما قال؟ لا امدح. يقول اسمى النسخه حقتنا ايه الاصعب. نسخه الاصعب الاصعب. احنا ما يجيب ما نجيب الا الصعاب. الهوينه ما هي لنا. لا انت يا محمد الغامدي ولا انت يا نون ويد فين. نحب وجودك على الشاشه وانا احبكم اصلا. اصلا انا احبكم على الشاشه ولا برا الشاشه كلها. يا الربع يقول ادخل قست وادخل قست. ترى ممنوع القستات لكن قلنا نصب على وجهكم. يا رجال اذا تذبح النمش اللي فوق راسي قول اوي اطلب قسط. تبيني استاذ نوطي الله من تبغى ادخل مع من؟ ادخل مع روس صبان. عقب الله ياخذ يا اخي انت مو بروس صبان. روس صبان يا روس صبان يا روس صبان. هذا مريض هذا مريض. قصك الصبار النبته. راوي راوي تخبر راوي ذاك اللي اسمه راوي في التيك توك. لا قصص والله ما اعرفه. انا اقصد راوي. راوي اي عرفته. راوي الصابي. اي راوي القصص. إيه؟ معروف. اللي يروي القصص. معروف معروف ما يحتاج. ها ادخل معه تكفى. خله خله كذا اجل. تو انقزت. ارفع الشاشه فوق. يا الربع قول له قلت تبغى نسوي لكم فعاليه. لا ترى ممنوع على الله القصتات. الا تبشرون الله بالسلامه. تبغى فعاليه من انا والدنيا اخذ. طح هجت. لا خلاص ما ادري معطيكم فعاليه. يا ربكم مشلوم. سلم تو. جاكم شيء تعرفون الطاوله غير لونيه. وش اللي انكسر فيكم؟ تقول الطاوله يعلق؟ لا ما يعلق. يلا حيهم عبد الله جمهورك من نجران. ارحبوا يا بني عمي. يا عمري يا مخلد احبك موت. نجران انت رايه فخر لن تكسر بمر الزمان. دام اهلك عزه بنو همدان وصبي. يا نيام نعم عليك الجود. الحوش برا برد والله برد ما نقدر نطلع. ثلج جمده تعرفون جمده. اطلق شخص ونعم يا سعودي لين وقف نعم. انت ما حد يغيمك انت اللي تغيم نفسك. وانت كفو ومطلق وعلوم غانم تنوم فرده. من هو؟ و يا انا شاب اللي اذا خلني افضل من مخلد وعبد الله الدفيد. انت افضل انت افضل انت في انت في عيوننا افضل. لا انت يا جنت الغامض. لا انت ميرسي ميرسي واجد. يا لا 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 يا لا 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 لا. سعود اليوم يقول عندك فعاليه صح؟ عندك ولا ما عندك؟ الحين اليوم عندك؟ لا لا ما عندي. خلاص انا بجيب لكم فعاليه. ابشر والله بالساعه. تبون فعاليه؟ عيوني لي قبل يا مخلد كفو. ابشروا. هذا مخلد ابو الفعاليات. هذا مخلد ابو الفعاليات. الحمد لله اني ما قرأت الكومنت. وش؟ ما قريته وكيف ليش تضحك؟ مو بزي. ليش تضحك؟ يقول فين سوي حبتي؟ لاني قريتها في صدري بغيت اجيب العيد اقرا. والله عبد الله جمهورك من قطر. ارحبوا يا مرحبا بديار ربعي هلا الطاله. لا انت يا وهبي لا انت. اللي بيجينا سعود في قطر وبنروح نتابع احنا وياه مباراه المكسيك والسعوديه. الله اكبر. ايش اسمه؟ في قطر. واقف نروح انت ماشي في السوق واقف. والله نسبك جمهور سعود من امريكا. بيض الله وجهك. لا والله كاتبين صدق. انا انا كاتبين جمهور مخلد من
من القمر يا الربع ايش فيكم انا قسم بالله اني صادق في ناس شفت شفت قبل المريخ لا قبل هذا تعرف المريخ والله نعلمكم غانمتم كلها يا الربع ايش رايكم اعطونا مشاعركم يوم من البرنامج خلاص ايوه هذا انا ابغى انا وياك القطار يا الخشبي هل ودكم من البرنامج قولوا كذا توه بادي ولا ايش تشوفون بالله يقولوا لنا لا لا بالعكس البرنامج مليتوا منا ولا ما مليتوا الصدق هلا ملوا لا أقصد انا احس انهم ملوا لا انا احس انهم ما ملوا دخل راسك بين روسنا اخلص ايش بك نبي تمديد يقول نبي تمديد شوف يقول ما ملينا سعود سعود ملينا يعني تبغانا نقفل اليوم خلاص صدق صدق تبغانا نقفل اليوم البرنامج لا 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 حطني حطني عند الكاب انا ابغى كاب انا ابغى كاب اخذ عقلك انت لابس شماغ انا ما لابس شماغ خلاص يلا انت بيعطونك هذاك حق موركن كوتي مورنينج الله الله يلا هات لا تبتعد يا حبيبي اكره الابتعاد الشوق من فوق حده يا حبيبي زمان الله اكبر شفقنا على همسة فيها نسيم البراد ماد ماني بحافظ ترفع لك القبعة زين لولا بلاد بتصير ريش بلاد وكل العرب تحسد ولا انت ريس بقلبي يا حبيبي وكاد لك وسط قلبي قصور ماليات وحما تعال خلان تغلي والعتب والعناد الشوق من فوق حده يا حبيبي زمان شفقنا على همسة كانها نسيم البراد يا لا 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 أرحب يا أبو أيمن أرحب الله حياك الله يا أبو أيمن مرحب والله ومسهلا نورت وشرفت ونعم في ذمتي وأرحب يا سعود معلا والشباب اللي دعموا قبل شوية محمد الغامدي والربع أما معادلة دقيقتين معادلة دقيقتين لها أنتوا جميع ويعلم الله أني سعدت أني شفتكم ودردشنا معكم شوية وإن شاء الله باقي أربع أيام كذا ونطلع وندردش أكثر وأكثر ما عندنا نص ساعة ما في معنا الوقت كله بروح الحين بمسك عليه من عند إذنه وبأجره للبث زلوه يا رب كلهم والله ينشدون مليان والله إن الريال إنهم تعابوا والله يعلم الله لا تحسبون أنا أضحك عليكم ولا شيء والله إنهم تعبانين كلهم اللي كحكح واللي صدره تعبان نعم وما يبغون يعدون الشباب الباقيين لان تعرفون لا انت ابو ايمن وابو باسل كلهم اثنين اكيد ابو ايمن وابو باسل لا قريت ابو باسل وقلت ابو جت باسل جت ايمن تعرف تكليده يعني اسمعوا هالقطر بجيكم ان شاء الله باذن الله يا هالقطر عندك مزيون انا ما اقدر على فراقه ظني الله ما ادري يقولون سوي قلب بسوي انا وانت دقيقة قلبي صح لف القلب كذا عشان يزبط هذا قلبه ملون يلا صوروا عشان روحين في روح شلون ما ادري كيف روحين في روح ما كنت اصدق في اندماجك يا روح ابشر الله بالسعد اني بقفل البث الحين وبروح اسلم جوالي ارحب يا ابو فهد ارحب مرحبا لين ما يبقى من مرحبا مرحبا لا انت جعلني ما افقد زولك وبصحيهم كلهم اجلدهم باخذ الخيزران اللي في سعود واعطيهم انا بروح لين يصحى خلاص الساعه واحدة اسمع باقي خمس ساعات أسمع. خل البث يشعل وابشر والله بالسعد ارحب انا بروح انا الثواني 47
لكن انا خلنا اكلمهم هنا، انا بروح معك. انا بروح انا وعبد العزيز مغيري القطر يوم الربوع عشان تبع مباراه. خلاص انا بروح معكم، انت لازم تكون معنا. ازهل تم ازهل اكيد. راح صرح مخلد انه بيروح معنا القطر. اي والله هون ولا كلمني وقال انا بروح مع شوفه ميم ميم خرابا ميم 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 والله لو اني الوي... الوقت الوقت انت بسيت السلام كثر الله يا الربع خيرك قلبي اللي فيكم غرم يا يحبه الف غيرك باي. لا انتوا لا انتوا جميع. البث خلاص على وشك وبروح اسلم الجوال. وشكرا شكرا 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 من القلب للجميع. لا انت يا ابو باسل الله يجمل حالك. يلا خلي يا رب. لا انتوا يا الداعمين وشكرا لكم والى اللقاء بكم في مره اخرى. كم باقي ثاني انت؟ بكسل بكسل يا ريدي يوك. اطفيه اصبر خليني اطفي. لا اله الا الله. موجه لك بدون اي مجامله. ما تتكرم من الاسئله. لو ممكن تفكنا فيها. تعال. لا لا تعال. بس شوف بعض الاسئله بتحفظ. تعال. بتحفظ ترى. تعال. هاي منك والله. عندك عده اسئله تتحفظ فيها. اعطني كم سؤال تحفظ فيه. تعال تعال الكرسي. قم. قم يا احمد. شيل الكرسي معي هنا. جالسين هنا بالمنبر. قم شيل الكرسي. طيب الاسئله خلها انا. شيل الكرسي. كل شيء له له جو. تعال. والله لا يطيح. ايش تراني طاح هو هو طاح هو طاح بنفسه هو طاح بنفسه. ايش تراني انت اللي طايحه. تعبتني. يلا يا ولد انت مهبول يا ولد. شل الكرسي زي طاري شيء تم ابرك. ها اصبر اصبر دقيقه. حطه هنا. خذ المخده. ايوه خذ المويه. خليك على الكرسي هذا.